أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. تشكل الأوضاع الأمنية والمخاطر المتصلة بالصراع المسلح في سوريا تحديا أساسيا للاقتصاد اللبناني، هذا ما أكده مصرف سيتي جروب مشيرا إلى تباطؤ نمو الودائع المصرفية في الأشهر الأخيرة. يأتي ذلك في وقت تتراجع مراتب لبنان عالميا وعربيا على المستويات الاقتصادية كافة، سواء لجهة مؤشرات الازدهار أو السياحة أو ممارسة الأعمال، إلا مؤشر واحد يتزايد يوميا وبوتيرة سريعة، وهو مؤشر معدل عمليات السرقة والنهب والنشل التي يتعرض لها المواطنون يوميا في مختلف المناطق، فضلا عن السطو على المصارف. بلغ معدل سرقة المصارف عملية سرقة كل أسبوع، كما وصلت سرقة المنازل إلى معدل 41 عملية سرقة شهرياً خلال هذا العام، بزيادة 17% عن العام الماضي، حتى وصل الأمر إلى سرقة كابلات مؤسسة كهرباء لبنان. يبدو أن الاتحاد الأوروبي ومعه منطقة اليورو ومجموعة العشرين في سباق مع الزمن، ففي وقت دعا البيان الختامي لدول مجموعة العشرين دول منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى وضع إجراءات مكافحة الأزمة المالية موضع التنفيذ من أجل تبديد الشكوك التي تهدد الاقتصاد العالمي، أظهرت مسوح اليوم تسارع وتيرة هبوط اقتصاد منطقة اليورو، كما تراجع نشاط الأعمال في القطاعات كافة لا سيما في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. هذه المؤشرات تنبئ بانكماش جديد سيضرب اليورو، ويأتي ذلك في وقت يتزايد غضب رأي العام اليوناني على إجراءات التقشف ويترجم بمزيد من التظاهرات، وتستمر هذه الإجراءات التقشفية 4 سنوات وتساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين من دون عمل. ضرب الرجل الحديدي فلاديمير بوتين بيد من حديد، فأقال وزير دفاعه ليعين مكانه فورا رجل ثقة هو وزير الأوضاع الطارئة سابقا سيرغي شويغو. خطوة بوتين تأتي على خلفية تحقيقات عدة أجرتها لجنة التحقيق الروسية بحق شركة أوبرونيس فيرس بتهمة الاحتيال، حيث كان بعض مسؤولي الوزارة يختارون أهم وأغلى العقارات التي تديرها الشركة ثم يستثمرون فيها مبالغ طائلة مصدرها الموازنة الروسية، ثم يعيدون بيعها عبر شركات تابعة لبورونيس فيرس بأسعار أقل من أسعار السوق. وقالت اللجنة أن الأضرار الناجمة عن بيع 8 عقارات فقط بلغت 3 مليارات روبل، أي نحو 60 مليون دولار. شهد المعدن النفيس اليوم ارتفاعا طفيفا في أسعاره، وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 50 دولار وسنت واحد، عيار 21 47 دولار و75 سنت، أما عيار 18 40 دولار و97 سنت، وبلغت أونصة الذهب 1686 دولار و6 سنتات، كيلو الذهب 54224 دولار و19 سنت. تجددت مخاوف المستثمرين بشأن اليونان، وأضيفت إليها حالة ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، ما انعكس على أسعار النفط، فانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، وصل إلى 107 دولارات و78 سنت، وهبط الخام الأمريكي سنت واحد، وصل ل 85 دولار و55 سنت للبرميل. هذا كل شيء، ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.